حكم طلب الجنسية من بلاد الكفر. إذا لم تكن هناك ضرورة دعته إلى ذلك فلا يفعل، لأنك تلزم بتوابع دولة الكفر، إن قاتلت مسلمين ستقاتل معهم، تلتزم بكل قوانينها. فإن كانت هناك ضرورة، مثلا أنت مضطهد في دولتك ويراد حبسك ظلما أو قتلك ظلما، لك ضرورة، لكن غير ذلك لا أنصحك بالفعل. فبئست أمريكا وبئست فرنسا التي يسعى الناس للحصول على جنسيتها. الصور، لو أنت تربي ابنتك وابنتك علمتها الأدب والأخلاق الإسلامية الحميدة، يقول لها في المدرسة لماذا لا ترقصين مع زميلك، وأرسل لك رسالة إنذار مرة والثانية والثالثة، يأخذها منك ربها في أي بيت، عياذا بالله.